إذن إلى بريطانيا الآن، حيث تستمر تبعات إعصار جيرت، حيث لقي 3 أشخاص حتفهم بعد سقوط سيارتهم في نهر شمال إنجلترا. حول هذا الموضوع إذن معنا الآن مباشرة من لندن مراسلتنا براء العزاوي لتطلعنا على مزيد من التفاصيل. أهلا بك براء. إذن براء، على ما يبدو الأضرار بالغة فيما يتعلق بهذا الإعصار في بريطانيا، فماذا في التفاصيل؟ نعم رامي، يعني أقف الآن بجانب إحدى المحطات المركزية في العاصمة البريطانية لندن، والتي تقل عددا من المسافرين، ولكن يعني كما يبدو الآن أن عدد المسافرين الذين ينطلقون إلى المطارات أو إلى المحطات التي تتوفر لديها وسيلة النقل السريع عبر القطارات، وخاصة نتكلم عن يوروستار وساوث إيسترن، هذين الشركتان يحركان تقريبا 14 أو 15 قطار يوميا من العاصمة البريطانية لندن وإلى عواصم أخرى في أوروبا، قد تكون في بلجيكا أو في فرنسا. بالنسبة ل 30,000 مسافر حتى هذه اللحظة أو أكثر، يعني يجلسون على أراضي هذه المحطات أو في المطارات عالقون، لأن جميع رحلاتهم قد أجلت حتى ليس اليوم غد، ولكن ربما إلى ما بعد يوم غد، أي إنهم ما بين خيارين، إما يعني أن يجدوا مكانا في العاصمة البريطانية لندن دون العودة إلى ديارهم والاحتفال مع أسرهم، أو أنهم يبقون في المحطات والمطارات معلقين حتى انتظار إشعار آخر. ولكن يعني تبعات العاصفة غريت وعواصف أخرى كانت ممتدة من اسكتلندا تحديدا، شمال المملكة المتحدة، غربها وجنوبها، الآن تنتقل نحو الجنوب، وأيضا تؤثر حتى على العاصمة لندن. يعني هناك عواصف أمطار، عواصف شديدة قد تستمر حتى يوم غد. لذلك يعني طبعا كما ذكرت هناك 3 يعني توفوا بسبب هذه العاصفة، وهناك 100 منزل دمر، وهناك العديد من المنازل، نتكلم تحديدا عن مانشستر الكبرى وجميع المقاطعات شمال وغرب المملكة المتحدة، انقطعت عنهم الكهرباء في المنازل. يعني كان هناك أضرار كبيرة بالنسبة للأشجار، بالنسبة للأماكن العامة في تلك المقاطعات أو في تلك المدن. لذلك يعني هناك غضب كبير، حزن كبير على حد وصف عديد من المسافرين في هذه المحطات بسبب إلغاء هذه الرحلات الغير متوقعة. هناك العديد من الخطط لهؤلاء الأشخاص الذين يسافرون قبل ليلة من عشية رأس السنة لاستقبال السنة الجديدة، ولكن جميع خططهم قد ألغيت بسبب العواصف وبسبب أيضا تدفق الفيضانات، وخاصة في مقاطعة كنت غرب المملكة، شرق جنوبي المملكة المتحدة. شكرا جزيلا لك براء على كل هذه التفاصيل والمعطيات. إذن كانت معنا مباشرة من لندن مراسلتنا براء العزاوي.